طيب لو نجي إلى أنواع الإبل المهرية في البداية، ممكن إنه نتفرع أولاً أنواع الإبل العربية بشكل عام، ممكن وبعدين نتجزأ إلى الإبل المهرية. ممكن. أنواع الإبل بشكل عام صنفوها النويري، صنفها إلى ثلاثة أقسام اللي هي اليمانية والعربية والبختية، وكلها بتشديد الياء. ثم إذا سألنا عبد الله مثلاً إيش أنواع الإبل المهرية بشكل عام، يجدها نوعان. المهرية أتوقع أنها نوعان، أو حسب ما قيل أنها نوعان، أن سي عربيت وأتوقع خروت أو شي مسطان. هو في أعتقد الميزة أن خروت ذي تكون طويلة وبنفس الوقت كبيرة الحجم، وبنفس الوقت يكون اللبن فيها كثير. بالضبط. لكن عربية اللي هي الصنف الثاني تكون قصيرة أو قصيرة أقصر من الأولى، إضافة إلى يعني يعرفوها البدو عيونها تكون صغار، يعني ما تكون بكبر الأولى. هذه اللي هي عربيت. أعتقد أنا حسب ما وصلنا إن خروت هذه حليبها يكون كثيرة الحليب كبير وكثير، حتى كثيرة الحليب كثيرة، وعربية يكون حليبها قليل بس مذاقه زين. وإذا الناس بيشتروا إبل يقول لك هذه كذا ولا هذه كذا، يعني يقسموهم على هذا. هذا في المهرة طبعا، يعني على هذا أغلبهم كذا. بس في أسماء أعتقد وفي أنواع كثيرة، في كتبوا عنها كثيرين. في من الأسماء العيدية، هذه الإبل العيدية. الإبل العيدية من أشهر أنواع الإبل في المهرية. بس المناسبة العيدية تعاد إلى قبيلة بني عيد، واللي هي من مهرة بن حيدان، يعني لا تعاد إلى قبيلة مهرة. لكن يعني من الإبل المهرية النوع هذا العيدية يعني اشتهرت. ما قيل حتى في العيدية يقال أنها قديمة، قال بعض المرخون، البعض يقول منهم أنها كانت تمشي مع قائدها أو اللي يقودها في البحر، فلما تشوف العنبر تتحرك لين ينزل من فوقها وتجي وتبرك فوق العنبر. يقول أن بعض المرخون ذكر هذا، أن العيدية هذه عندما تمشي على الساحل وصاحبها فوقها إذا رأت العنبر أو شافها فتتحرك حتى صاحبها ينزل وتروح إلى عند العنبر وتبرك فوقه. يقول أيضا خلف بن دعيجة يقول يا راكب عيدية متنها شاب من كثر ما تلهز عليها الذوايب. يا سلام.